أكيد النشرات المقبلة. إذا مشاهدينا تقص مستقر بعده عم بيسيطر على لبنان، جو الليلة رح بيكون بالإجمال صافي مثل ما عم نشوف، 12 درجة بيروت، درجة تحت الصفر بالأرز، أما بأعلى الليل بسجل 6 درجات أقصاها. بكرة الجو مشمس مع ارتفاع إضافي بالحرارة لتوصل أقصاها ببيروت ل 23 درجة، الجنوب 22، الأرز 13 درجة، طرابلس 22، راشية 17، والبأعلى بكرة 20 درجة. الرياح بالإجمال رح بتكون شمالية غربية، حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة المياه 18 درجة، أما رطوبة مرتفعة تتراوح بين 45 و90%. كيف رح بيكون طقس الأيام المقبلة بالنسبة لبكرة والخميس؟ مشمس بالإجمال، ارتفاع بالحرارة 23 درجة لنهار الأربعاء، ارتفاع إضافي لتسجل 25 درجة يوم الخميس، وممكن نشهد أيضا غبار بالأجواء ورياح ناشطة جنوبية. أما الجمعة بيتحول تدريجيا إلى غائم جزئيا، أمطار متفرقة خاصة بفترة بعد الظهر، انخفاض بالحرارة ل 21 درجة، أما السبت انخفاض إضافي وملحوظ ل 16 درجة أقصاها على الساحل، مع جو بالإجمال أيضا غائم جزئيا وأمطار متفرقة. مشاهدينا هذا كان كل شيء، وعلى أمل ننتظر أمطار أكثر وأكثر بالأيام المقبلة. عودة لكم يزبك وجوزيان.